دعت جهات محلية في شمال الغرب سوريا إلى عصيان مدني ردا على اعتقال الجهاز الأمني في هيئة تحرير شام الإرهابية عددا من نشطاء بارزين من الحراك المناهض للهيئة. مع اشتداد القبضة الأمنية واستخدام العنف بشتى أنواعه من قبل هيئة تحرير الشام الإرهابية ضد المتظاهرين في إدلب وأريافها، وبعد اعتقالها عددا من الناشطين البارزين في الاحتجاجات، تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بالدخول في عصيان مدني. وبحسب مصادر محلية فإن الدعوات للعصيان الذي حددوا مكان إقامته على طريق إدلب سرمدة لمدة ساعة يوميا، ويشمل إغلاق المحال التجارية وتنظيم مظاهرات حاشدة في معظم مناطق سيطرة النصرة، هي رد فعل على حملات الاعتقال الأخيرة في إدلب وجسر الشغور ونشر حواجز أمنية على معظم مداخل المدن والبلدات وقطع الكهرباء والأنترنت، خوفاً من توسع رقعة الاحتجاجات التي وصلت الجمعة ل16 نقطة تظاهر بمشاركة الآلاف. هيئة تحرير الشام الإرهابية أعطت أوامر بتوقيف عدد من الشخصيات التي دعت للإضراب في محاولة منها لنشر الخوف بين السكان المدنيين والناشطين السياسيين الذين يتحدثون عن انتهاكات يومية تحدث دون أي محاسبة. ويرى مراقبون أن الاعتقالات محاولة للضغط المتدرج على المحتجين، فيما تقول الحركة الاحتجاجية إنه بعد حملة الاعتقالات من جانب الهيئة ستتوقف كل قنوات التواصل والحوار، وسيتم اللجوء إلى المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني كوسائل مشروعة بوجه الظلم والقمع الممارس في مناطقهم. ومنذ بداية العام الجاري انطلقت المظاهرات المنادية بإسقاط هيئة تحرير الشام الإرهابية ومتزعمها أبو محمد الجولاني وإخراج المعتقلين من السجون وحل جهاز الأمن، وازداد زخمها أسبوعاً بعد آخر ليأخذ اليوم أشكالاً جديدة تجلى بعضها بالدعوات للعصيان المدني. ينضم إلينا من لندن حمد شهاب الطلاع محلل سياسي، أهلاً بك أستاذ حمد. نتحدث عن مظاهرات في مناطق شمال غرب سوريا ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية ومتزعمها أبو محمد الجولاني. نلاحظ في الآونة الأخيرة خلال الأيام، يعني خلال الأسبوع تقريبا، هناك قمع شديد وممارسة جميع وسائل الاضطهاد والتعذيب ضد المتظاهرين. لماذا اتبعت هيئة تحرير الشام الإرهابية هذا الأسلوب؟ هل تخشى من هذه المظاهرات؟ مساء الخير أستاذ الكريم، تحياتي. مساء الخير. يعني احنا عندما نتحدث عن اساليب مواجهه الاحتجاجات الشعبيه في اي مكان من مناطق المشرق بشكل عام، يعني حقيقه وخصوصا منطقتنا، فهذا يعني اننا نتحدث عن مواجهه حقيقه ستكون عندما تقتضي الحاجه بالعصا الغليظه حقيقه، لانه كل ان كان على مستوى الانظمه او على مستوى التنظيمات، يعني هاي السلطات تستمد شرعيتها من السلاح حقيقة، لأنها لم تأتي بالأساس يعني استنادا إلى إرادة شعبية. فما بالك نحن نتحدث الآن فيما يتعلق بقضية هيئة تحرير الشام عن تنظيم راديكالي حقيقة بالأساس لا يؤمن بالإرادة الشعبية ولا يؤمن بالديمقراطية، ويستند يعني إلى قاعدة فقهية يعني تخوله أن يكون هو الآمر الناهي وهو الذي يعرف بمصلحة الرعية أكثر من الرعية نفسها. إذن هذا على المستوى العقائدي حقيقة. على يعني مستوى الهيمنة والسيطرة والنفوذ، كما تعلمون سوريا تشهد حالة من الصراع على كافة المستويات وعلى كافة الإيديولوجيات، وهناك يعني قوى محلية وقوى عابرة للحدود، وبالتالي يعني وجود هذه الحالة الشاذة مثل أي حالات شاذة أخرى على الساحة السورية تستدعي استخدام القوة لمواجهة أي تململ شعبي
يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه الحالة الشاذة. طيب أستاذ حمد، يعني المظاهرات الشعبية والحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ بداية شهر شباط فبراير الماضي تقريبا، اليوم بدأت تأخذ منحا آخر أكثر تصعيدا. اليوم هناك دعوات للعصيان المدني، ماذا يعني العصيان المدني في ظل مواجهة هذه الأداة القمعية من قبل النصرة؟ يا أخي يعني واضحة مطالب الناس في منطقة إدلب وبشكل عام المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، واضحة كل المطالب، وهذه المطالب ما لا تنسجم حقيقة مع الرؤية السلطوية والسياسية لهيئة تحرير الشام. وبالتالي عندما قامت المجاميع الشعبية بمحاولة يعني تصحيح هذه الحالة بالمظاهرات السلمية الشعبية، تم مواجهتها عسكريا حقيقة، وسقط يعني شهداء أثناء المواجهات، يعني هذا واضح للجميع. وبالتالي ربما المواطن في هذه المنطقة ينظر إلى السياسة العالمية تجاه كل ما يجري في سوريا بشكل عام، وخصوصا في منطقة الشمال بشكل خاص، يدرك تماما أن هذا الشعب لا ظهير له إذا ما يعني توجه إلى المواجهة المباشرة مع الآلة العسكرية لهيئة تحرير الشام. بالتالي يعني هو الآن ربما يريد أن يجرب عملية العصيان المدني لتجنب المواجهة الغير متكافئة مع قوات مدججة بالسلاح وناس عزل من السلاح حقيقة. طيب هنا لو سألنا باعتقادك كيف ستتعامل الأجهزة الأمنية التابعة للنصرة مع هذا العصيان المدني؟ لأنه هي هذا العصيان هو خرجت هذه الدعوات لإقامة هذا العصيان يعني بسبب اعتقال النصرة لقيادات بارزة في الحراك الشعبي. نعم أخي، في كل يعني في كل إدارة تنظيمية كان على مستوى الدول أو على مستوى التنظيمات الميليشياوية التي تحكم مناطق معينة، كما تعلمون أن الحركة الاقتصادية يعني تشكل ركيزة أساسية باستمرار الحياة للسلطة في هذه المناطق. وبالتالي عندما يعني يحدث عصيان مدني منظم وواسع النطاق، فهذا يعني أن هناك ضرب للحركة الاقتصادية بالصميم، وهذا يعود بالسلب على تماسك يعني سلطة الأمر الواقع في هذه المناطق. وبالتالي احنا نتوقع حقيقة اذا يعني تم تنفيذ الاضراب العام على نطاق واسع، فان الاجهزة الامنية لهيئة تحرير الشام ستتجه الى ترهيب اصحاب المصالح والشركات والمحلات، وبالتالي ربما يتطور الامر الى اجبارهم على فتح متاجرهم وشركاتهم عنوة وبقوة السلاح، يعني نتوقع ذلك حقيقة وامر غير مستبعد. هذه المظاهرات يصفها كثيرون بأنها منقسمة، يعني بعضها هي ترفض وجود هيئة تحرير الشام في إدلب وتلك المناطق، هناك قسم آخر يرى أنهم يرفضون الجولاني بشخصه بسبب يعني تصفيته وإبعاد قادة الصف الأول، وهناك من يرفض فقط موضوع الاعتقالات ويعني مجلس الشورى المشكل هناك. باعتقادك يعني ما هو الحل الأنسب أو ربما تتخذه هيئة تحرير الشام يعني إنجاز تعبير للتنفيذ لتنزل عند بعض الرغبات؟ أخي الكريم، يعني بلا شك أن أي سلطة في أي منطقة من العالم حقيقة لا يمكن أن تستمر وتستمد حياتها بدون حاضنة شعبية، هذا يعني شيء طبيعي. يعني ربما أحيانا تنطلق الحاضنة الشعبية باحتضان هذه السلطة انطلاق مبدئي وعقائدي، وربما أحيانا تنطلق من قاعدة النفاق لهذه السلطة، يعني كونها لا تمتلك المقدرة على مواجهتها. وبالتالي يعني بالتأكيد لهيئة تحرير الشام، سلطة هيئة تحرير الشام حاضنة اجتماعية بصورة أو بأخرى، هناك حاضنة تستند إلى عملية نفاقية لهيئة تحرير الشام، وهناك حاضنة عقائدية. الحاضنة حقيقة الشعبية التي ربما يعني تستند إلى شيء من النفاق تجاه السلطة هي لا تمثل مجتمع المنطقة التي تحكمها هيئة تحرير الشام تمثيلا مطلقا أكيد، وبالتالي هناك تململا شعبيا
على وجود هذه الهيئة بشكل مبدئي حقيقة، لأنها تكرس حالة غير صحية في سوريا، وهناك يعني حقيقة يعني تململ في الحاضنة العقائدية نتيجة انقسام بالتيارات الحاكمة والسياسية لهذه السلطة، وخصوصا بعد أن تم اغتيال يعني المنافس الأبرز للجولاني أبو مارية القحطاني. إذن احنا نتحدث الآن عن تظافر للجهود بين الجماهير الشعبية الرافضة بشكل مبدئي لسلطة هيئة تحرير الشام، والأجنحة التي كانت توالي أبو مارية القحطاني حقيقة. طيب أستاذ حمد، هناك صمت مريب للنظام التركي حيال ما يحدث في إدلب، ما تفسيرك لهذا الصمت التركي؟ معروف أن النظام التركي يعني هو يدعم هيئة تحرير الشام بشكل أو بآخر، كيف يراقب ما يحدث هناك؟ أخي الكريم، يعني يؤسفني جدا أن أقول جميع القوى المحلية على الساحة السورية أصبحت يعني هي بمثابة أوراق ضغط بيد يعني دول خارجية بشكل عام، بغض النظر إحنا نتحدث عن الموقف التركي أو نتحدث عن مواقف أخرى أو عن تنظيمات أخرى تسيطر على الساحة السورية، كلها تحولت إلى أوراق ضغط في عملية الصراع السياسي والعسكري على الأرض السورية. وبالتالي يعني يؤسفني، أنا كرجل بل أصل يعني كنت ولا زلت منتمي إلى الثورة السورية، وهنا أقول منتمي إلى الثورة السورية ولست منتمي إلى التنظيمات التي أصبحت رهينة أجندات خارجية. أقول أن الموقف التركي منذ فترة بعيدة تحول من موقف يعني كنا نعتقد أنه داعم بشكل مطلق لحقوق الشعب السوري في ثورته المحقة، إلى طرف أخذ يستثمر بالكثير من الفصائل العسكرية والفصائل السياسية من أجل المساومة على مصالح قومية تركية عليا على الأرض السورية، مساومة يعني مساومة الروس، مساومة نظام الأسد، مساومة أطراف أخرى متدخلة في الساحة السورية. وبالتالي عملية عدم التدخل لصالح الجماهير الشعبية ضد سلطة هيئة تحرير الشام هو يندرج ضمن الحفاظ على الحالات الفصائلية الموجودة في المنطقة من أجل استخدامها كأوراق ضغط في عملية المساومة للصالح القومي التركي مع الأطراف الدولية ومع طرف النظام الحاكم في دمشق. أشكرك جزيل الشكر من لندن حمد شهاب الطلاعة محلل سياسي.